السلام عليكم، ازيك يا شباب؟ ان شاء الله النهارده في الفيديو ده هنتكلم عن الايمج اريثماتيك وايه الفرق ما بين الايمج اريثماتيك والارثماتيك العاديه، يعني العمليات الحسابيه على الصور والعمليات الحسابيه العاديه اللي هي على الارقام والكلام ده كله. هنفهم بقى ايه الفرق ما بين نمباي وايه الفرق ما بين اوبن سي في التعامل ما بين الصور ودمج الصور مع بعض وجمعهم على بعض. تمام، فيلا بينا نبدا. بسم الله. احنا عندنا مشكله، يعني لو انت مثلا جبت صورتين مثلا او جبت بيكسلين اتنين وجمعتهم على بعض، فممكن مثلا تجمع مثلا كام 250 وبتجمع زائد 100 فيديك الكام، هيديك 350، واحنا قلنا قيمة البكسل المفروض ما تزيدش عن 255، فكده مشكلة. فاحنا قدامنا حاجة من اتنين، يعني مثلا ممكن ان احنا نستخدم اف مثلا عشان نحل المشكلة ديت، يعني لو الرقم مثلا زاد عن 255 نعمل اي حاجة او نقلل الرقم او نخليها توصل 255 ونقف لحد كده، او حاجة تانية ان احنا ناخد المودلس اللي هو خارج باقي القسمة. ماشي، اللي هو باقي القسمة، يعني مثلا أقسم العدد على 255 وأشوف باقي القسمة كام، يعني مثلا يعني اللي هو 5 على 2 المفروض فيها الاتنين والباقي واحد، فالواحد ده هو اللي يتبقى لك. ماشي، يبقى ده هو خارج العملية الحسابية. تمام، طيب طبعا دي حلول بقى يعني كتيرة وكده، يعني بس ملهاش لازمة. احنا ممكن بقى كل واحد يعني نمباي بيستخدم طريقة واوبن سي في بيستخدم طريقه، فانت شوف انت بتحب مين وهتلاقي الطريقتين اللي احنا اتكلمنا عنهم فوق موجودين هنا. يعني اول حاجه نمباي، ايه نمباي؟ اول حاجه تعمل اريزماتيك اللي هو تضيف الارقام الحسابيه مع بعضها عادي، وبعد كده هتبدا تعمل مين، تبقى تعمل تقريب او هتبدا تقلل بقى من القيم ديت لحد ما توصل لها بقيمه معينه، هنعرف تعملها ازاي. تمام، طب اوبن سي في، اوبن سي في بقى بتعمل عكس، يعني ايه اخرها يا صفر يا 255، يعني لو قيمه اقل من الصفر مش هتنقص اكتر من كده، ولو قيمه اكبر من 255 مش هتزود اكتر من كده فهتقف. تمام، فانا عارف ان الكلام كتير نظري، فتعال نشوف يعني مثال عامل اكتر عشان نفهم. تمام، هنا مثلا لو احنا جينا بصينا هنا، اول حاجه قال لك ماكس اوف 255. ماشي، هنا بعمل مين؟ بعمل سي في 2 دوت اد، بدلها رقمين اتنين اللي هو نمباي انسايند انتجر 200 ونمباي انسايند انتجر 100. اول حاجه هي بتعملها ايه؟ بتجمع رقمين الاتنين دول 200 و100 هيديك كام؟ هيديك 300. 300 دولت اكبر من كام؟ اكبر من 255 فهتقف، يعني اخرها بقى هتقف 255. فهي الفكره ان لمباي بتيجي مثلا على الرقم الاولاني ده، ماشي، وتفضل تضيف عليه من الرقم الثاني. يعني لمباي يعني سي في 2 بتعمل ايه؟ بتاخد الرقم الاولاني اللي هو ده، وبعد كده تبدا تجمع عليه من الرقم الثاني. ازاي؟ يعني هيبقى عندك 200، بعد كده 201، 202، 203 وهكذا لحد ما توصل 255. الرقم التاني لسه مخلصش، لسه فيه 45. ماشي، فهو لا هيقف لحد كده، فهو نمباي بتفضل تقيد في نمباي. اول حاجه بتفضل تضيف لحد ما توصل 255، اول ما توصل 255 بتقف. تمام، طيب ونفس الكلام بقى بالنسبه ايه لو طرح، يعني مثلا 50 هتنقص منها 100، المفروض الرقم اللي يطلع سالب 50، بس لا هي نمباي قلنا برضك ما ينفعش رقم او قيمه بيكسل تبقى اقل من الصفر، فهتعمل ايه؟ هتقف اول ما توصل للصفر هتقف. يعني عندك مين؟ عندك 50 ولما نيجي نطرح منها 100 المفروض هيبقى ماينس 50، لا هو اول ما يوصل يعني هيبقى اول ما يوصل للصفر هيقف، مش هيعدي بقى السالب والكلام ده كله. تمام، تمام، ده بالنسبه للاوبن سي في. يعني الفكره ان اوبن سي في الاضافه في عمليه الجمع بياخد الرقم الاولاني يفضل يضيف عليه من الرقم الثاني لحد ما يوصل 255، ماشي، او اقل عادي يعني. تمام، طب في النسبه للطرح، لا بالنسبه للطرح بياخد الرقم الاولاني يفضل يطرح منه ماشي من الرقم الثاني لحد ما يوصل للصفر، يبقى الرقم بقى اقل من الصفر مش هيعمل حاجه، الرقم بقى مثلا اكبر من الصفر بشويه اي حاجه عادي يعني مفيش مشكله. طيب بالنسبه بقى لمين؟ بالنسبه لنمباي، لا نمباي بقى مختلف شويه، يعني نمباي بتعمل ايه؟ بتيجي على الرقم مثلا المفروض 200 و100 هيديك 300. تمام، وكده برضك قلنا شباب قلنا قبل كده 255 كده مش اكبر من 255. تمام، فالفكره ان هو هيعمل ايه؟ طول ما الرقم اكبر من 255 هيطرح منه 256، طول ما انت اكبر من 255 بيقعد يطرح منك 256 لحد ما تبقى باقل من 256 او بتساوي 255 او اقل. تمام، تمام، فالفكره في كده، يعني مثلا 100 200 وهتجمع عليها 100 هيديك 300، ف 300 دي اكبر من 255 فيبدا يطرح منك 256، فالمفروض يبقى معاك 44. مظبوط، تمام. طب الفكره القيمه الثانيه، القيمه الثانيه انت بتطرح هو 50 ناقص 100 المفروض هيديك سالب 50، وسالب 50 برضك اقل من الصفر، فيبدا يعمل ايه؟ يبدا يجمع عليك 256، يبدا يجمع عليك 256، فلما تقول 256 ناقص 50 هيديك كام؟ هيديك 206.
تمام. فدي الفكره، الفكره يعني ايه؟ الفكره ان اوبن سي في لما بتيجي تجمع رقمين، لو الرقم طلع اكبر من 255 ما بيكملش وبيقف عند 255، لو الرقم طلع مثلا اقل من الصفر ما بيكملش وبيقف عند الصفر. طب بالنسبه لنمباي، لا نمباي لو الرقم مثلا طلع اكبر من 255 بيطرح منك 256، يفضل يقلل منك 256 تمام. لو الرقم اقل من الصفر، لو الرقم اقل من الصفر بيبدا يضيف عليك 256. طيب الكلام اللي احنا قلناه ده كله فايدته ايه؟ فايدته ان هو في بعض العمليات اللي احنا ممكن نطبقها بعدين ان شاء الله بيحتاج مثلا انت تكون الصوره مثلا فيها لون فاتحه اكتر ماشي، او تكون غامقه اكتر في تمام. فدي انت ممكن تعمل دي بقى عن طريق ايه؟ ان انت مثلا ممكن تجيب مثلا انون باي اري بنفس الشكل بتاع بنفس الشيب بتاع الصوره الاصليه ماشي، وتضيف مثلا وتخليها كل القيم فيها 50 كده، كانك جبت على كل البكسل وتجمعها على الصوره كده، كانك جبت 50 وجمعتها على كل قيمه بكسل في الصوره، فهتلاقي ان الصوره يعني ايه قيمتها بقت يعني فاتحه اكتر، بقت بيضاء اكتر كده تمام. طب لو او انا ممكن انقص منها 50 فتلاقي الصوره بقت اغمق تمام. فدي الفكره ان في خوارزميات ان احنا يعني الجوريزمز ان احنا هنستخدمها بعدين ان شاء الله بتطلب كده تمام. فتعال برضك هوري لك حاجه. تمام دي شكل الصوره، يعني ديت هتلاقي الصوره ديت فاتحه اكتر بكتير، دي تحس ان هي لازم ديت تكون ايه عملنا اضافه تمام، وديت اغمق لازم يكون عملنا ايه طرح بس، ودي الصوره الاصليه. طب ايه اللي حصل؟ بص يا سيدي اللي حصل كالاتي، ان هو اول حاجه تغير ام ديت عباره عن مين؟ عباره عن نمباي اري ماشي، بس كله وحايل بنفس الشيب بتاع مين؟ بنفس الشيب بتاع الايمج الاصليه تمام. وبعد كده ضربناه في 100، فكده بقى كل اللي بقت عباره عن كده نمباي اري كل القيم اللي فيها 100 بنفس الشيب او نفس ابعاد الصوره الاصليه تمام. وبعد كده عملنا مين؟ عملنا سي في 2 دوت اد الايمج الاصليه والايمج الثانيه والام الثانيه دي، فكده كأن جيت على كل قيمة بيكسل جوه الصورة ديت وضفت على 100، فتلاقي الصورة طبعا ارتفعت بكتير يعني عليت ماشي، ال R وال G وال B وكل حاجة عليت، فتلاقي الصورة بقت أفتح بكتير تمام. طيب بعد كده عرضنا الصورة نفس الكلام هنا، بس إيه عملناه 50 تمام، وبعد كده طرحناهم الاتنين من بعض، فطرحنا الإيمج فجبنا الإيمج وطرحنا منها 50، فعملت إيه؟ راح طبعا كل قيمه بيكسل هيتنقص منه 50، فالقيم بتقل اكتر وبتقرب من الصفر، وكل ما القيم بتقرب من الصفر وكل ما الالوان بتبقى اغمق تمام. على عكس ديت كل ما انت ما بتزود قيم كل ما القيم بتقرب من 255 وبالتالي بتقرب للون الابيض وبالتالي الالوان تبقى افتح تمام. فدي الفكره. فدي شرح الفيديو بتاع النهارده، يا رب يكون عجبكم، ويا ريت لو لسه ما اشتركتش معانا في القناه تنزل تحت وتعمل اشتراك وتفعل الجرس، وعجبك الفيديو يا ريت تعمل لايك وشير مع اصحابك، وأشوفكم في الفيديو الجاي إن شاء الله. يلا سلام عليكم.